السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي اكتب في البايثون ليست، يعني عندي كمية كبيرة من الداتا، فابدأ اكتبهم كلهم مرة واحدة بدل ما اقعد اعرف اكتر بالمتغير وابدأ ادخل بيانات. خلينا مثلا هنسميها مثلا اي جي واي، تمام، واقول له يساوي، واروح فاتح الاقواس ديت، تمام، وابدأ اكتب الارقام مثلا اللي عايزها، وليكن مثلا 22 و44 و55 و66 و88. طيب بعد كده لو انا عايز اطبعهم في اي وقت اجي هنا واقول له برنت، واقول له اطبع لي اي جي واي، تمام، واقول له رن، بدا يطبعهم لي. طيب انا مش عايز اطبع كل دول، ممكن اقول له ان انا عايز اطبع مثلا اول واحده، فاجي هنا واقول له الاقواس ديت واقول له اطبع لي زيرو، هو بيحسب ده زيرو 1 2 3 4، واقول له رن، فيبدا يجيب لي اول رقم. ممكن اقول له انا عايز مثلا من رقم 1 ل رقم 4 مثلا، واقول له رن، يبدا يجيب لي، هيسيب اول واحده لان دي بالزيرو 1 2 3 4، تمام، واخر واحده ما بيجيبهاش. طيب لو انا عايز اجيب لحد الاخر يبقى هعمل النقطتين واشطب ديت واقول له رن، فيبدا يجيبهم لي بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اضيف، فانا ممكن اقول له هنا اي جي واي اللي هي الاسم بتاع الليست، واقول له دوت ابند، وافتح القوسين دول واكتب اي رقم بقى انا عايزه هنا، وليكن مثلا 44 مثلا، تمام، واقول له رن. طيب انا محتاج بعد كده اقول له اطبع لي، يعني بعد ما عملنا ضفنا ال 44 عايزه يطبع، تمام، اضفت اهيت. طيب لو انا عايز احذف، يبقى هاجي هنا واقول له agy.remove، طبعا لما بتكون بتستخدم اي دي اي مستطبع على جهازك او يعني ادفانسد شويه بتيجي معاك على طول. طيب هفتح القوسين هنا واقول له ان انا عايز احذف رقم وليكن مثلا الزيرو، تمام، وبعد كده هقول له اطبع لي، الاي جي يو كلها، تمام، نجرب. طيب عشان تبان معاك هخليها كلها نفس الحاجة، تمام، هو حذف اول واحدة بس ما ظهرتش معانا او ما جاتش معانا لان احنا قلنا لهم اطبع رقم واحد. طيب خلينا نقول له رن تاني، تمام. بعد كده لما قلت له احذف لي اول واحد فحذف اللي هي ال 22، فبدا يعد من 44، يبقى اول واحده طبعهم عادي، تاني واحده ضاف ال 44، ال 44 فضلت معانا بس احنا حذفنا ال 22 فاختفت معانا. لو عايز تضيف اي شرح اساس الكلام يبقى واضح هتيجي هنا وتكتب اي كلمه وليكن مثلا شرح الليست مثلا، عشان لو حد جه يفهم احنا كنا بنشرح ايه، تمام. لغه البايثون سهله، احنا هنستفاد منها كتير جدا، وخصوصا لو احنا بنبرمج جوه الريفت او بتبرمج عادي اي حاجه عايز تبرمجها تقدر تبرمجها من خلال البايثون، حتى الديسكتوب حتى الويب وهكذا.